متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. بعد أن قدمنا لكم في فيديو سابق أبرز 5 لاعبين ندموا على ترك ريال مدريد، جاء الدور اليوم على الغريم التقليدي برشلونة، فالعديد من النجوم قرروا في أوقات مختلفة من مسيرتهم اتخاذ القرار الصعب بمغادرة الكامب نو لأسباب عدة، منها خلاف مع الإدارة أو لتلقيهم عرضا ماليا مغريا، لكن الكثير من هؤلاء تملكهم الندم على ذلك القرار وتمنوا أن يعود الزمن بهم للوراء لإصلاح ذلك الخطأ. في هذا الفيديو سأقدم لكم أبرز 5 لاعبين ندموا على ترك برشلونة. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. فيكتور فالديز. على الرغم من كونه عنصراً رئيسياً في حقبة بيب غوارديولا الذهبية، إلا أنه لم يكن يوماً ذلك الحارس المناسب من وجهة نظر جماهير البارسا التي لم تكن تفوت أي فرصة لانتقاده، ما عرضه لضغوطات هائلة تضاعفت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وفقدانه مركزه الأساسي ليقرر عدم تجديد عقده في 2014 والرحيل عن البارسا، حيث انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2015، لكنه لم يلعب سوى مباراتين فقط. وفي 2016 انضم إلى ستاندرد ليج البلجيكي، ومن بعده ميلدزبرا الإنجليزي، مواصلا سلسلة من النكسات والخيبات دفعته للاعتزال في العام الماضي، وهو لا يملك إلا شعورا بالندم على مغادرة البارسا، حيث صرح في وقت سابق قائلا: رحيلي عن برشلونة لم يتم بتلك الطريقة التي كنت أريد، وذلك بحكم الإصابة التي تعرضت لها والتي كنت أعالجها في ألمانيا، وكذلك بسبب تصرفي بحيث أني غادرت الفريق ورحلت. أعتقد أن الجماهير كانت تنتظر الشيء الكثير من لاعب مثلي. بيدرو رودريغيز. بسبب قلة مشاركاته مع المدرب لويس إنريكي قرر بيدرو الرحيل إلى تشيلسي في صيف 2015، لكن شاءت الأقدار أن يصادف أول مواسمه هناك أسوأ لحظات البلوز بالبريمير ليج، حيث بدأ حامل اللقب آنذاك بتلقي الهزائم المتتالية، وابتعد بيدرو عن المشاركة بانتظام، ومن هنا بدأ شعوره بالندم لترك البارسا، حيث نقلت عدة تقارير إسبانية تصريحات لمصدر مقرب من اللاعب قائلاً: لقد تم إقناع بيدرو بالانتقال إلى تشيلسي عن طريق فابريغاس، لكنه الآن نادم، فيما أكدت صحيفة ماركا أن الجناح الإسباني طلب من إدارة برشلونة العودة في بداية موسم 2016-2017، لكن طلبه كان مرفوضاً تماماً. في نهاية ذلك الموسم توج بيدرو بالبريمير ليج مع تشيلسي، لكنه لم يكن أبداً راضياً عن تفاوت مشاركاته، كما هو الحال أيضاً في الوقت الحالي. داني ألفيس. في صيف 2016 رحل البرازيلي إلى يوفنتوس بسبب بعض الخلافات مع إدارة برشلونة. آنذاك خرج ألفيس لمهاجمة مسيري النادي بضراوة قائلا: مجلس الإدارة تعامل معي بشكل مضلل ويتسم بنكران الجميل، عرضوا علي التجديد فقط بسبب عقوبة الفيفا بمنع التعاقدات، لكنهم لم يرغبوا بتواجدي. لم يكن يعلم ألفيس أن هذه التصريحات ستكون سببا في رفض عودته إلى الكامب نو مرة أخرى، فبعد نصف موسم فقط شعر البرازيلي أنه اتخذ قراراً خاطئاً بالرحيل. وبحسب صحيفة آس فإن اللاعب عرض على برشلونة العودة في يناير 2017 لعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء في تورينو، لكن إدارة الفريق رفضت الأمر، وبعد موسم قضاه اللاعب في إيطاليا انتقل إلى باريس سان جيرمان محاولاً إيجاد ظروف تنسيه حنينه لأجواء برشلونة هناك، حيث التحق به مواطنه وزميله السابق بالبارسا نيمار. أليكسيس سانشيز. بعد 3 مواسم من التألق مع برشلونة قرر الجناح التشيلي رحيل إلى أرسنال في 2014 بعد تلقيه لعرض مغر من النادي الإنجليزي، وهناك تألق سانشيز وكان النجم الأول للغانرز على مدار 3 مواسم ونصف، لكنه لم يتوج بأي بطولة كبرى واكتفى بالفوز ب3 ألقاب محلية. وفي الوقت نفسه استمر البارسا في تحقيق الأمجاد وحصد عدة ألقاب كان من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2015، وهو اللقب الغائب عن خزائن اللاعب. ورغم أن تشيلي تهرب دائما من الإقرار بندمه على ترك برشلونة، إلا أن فشل أرسنال في تحقيق لقب الكبير يعد خسارة مقارنة بأرقام سانشيز المميزة فرديا. اللاعب واصل خياراته الخاطئة بعدما فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد عوض جاره السيتي بسبب العرض المادي، رغم أن الأخير يعيش أزهى فتراته،
وحاليا يعيش سانشيز أسوأ فترات مسيرته الكروية منذ أكثر من عام على ارتدائه قميص اليونايتد. نيمار دا سيلفا، في مفاجأة مدوية لعشاق برشلونة، رحل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بحثاً عن راتب أعلى مع بعض الامتيازات التي قد تساعده لتحقيق حلم الكرة الذهبية. ولم تمضي سوى شهور قليلة حتى بدأ الحديث عن عدم ارتياح نيمار مع النادي الباريسي، واتفقت العديد من التقارير على أن البرازيلي نادم على قراره بترك البارسا، وأنه سأل بعض المسؤولين في النادي الكتالوني حول الشروط التي تضعها الإدارة لعودته إلى الفريق، لأنه غير سعيد بالتجربة الفرنسية بسبب ضعف بطولة الدوري وقلة التنافسية التي أدت إلى عدم تطور مستواه بدنياً وفنياً، ما جعله يرى أنه اتخذ خطوة للوراء في مسيرته. وفي الشهور الأخيرة ازدادت وتيرة الأخبار التي تؤكد تواصل اللاعب مع إدارة البارسا لتسهيل عودته، وما يزيد الشكوك أكثر هو أن اللاعب غالباً ما يرفض الإجابة بشكل قاطع على السؤال حول ندمه وإمكانية العودة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام عودته، خصوصاً وأن النادي الباريسي يبدو مستعداً للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل، وذلك بعدما تغيب للموسم الثاني توالياً في الأوقات الحاسمة من الموسم بسبب الإصابة. كان هؤلاء أبرز خمسة لاعبين ندموا بعد قرارهم مغادرة الكامب نو، فمن برأيكم اللاعب الأكثر تضرراً برحيله عن البارسا؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.